وما هو مشروع طريق الأعمال وكيف يمكن للراغبين الاستفادة منه؟ رح ندخل بالتفاصيل أكثر وأكثر بحدثنا بها الموضوع الناشط والمؤثر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ فواز خياط. أهلا وسهلا فيك أستاذ فواز. يا أهلا، السلام عليكم. وعليكم وعلى السلام. المستمعين جميعا. اليوم أستاذ فواز حابين نعرف معك أكثر أو نعرف منك أكثر عن مشروع طريق الأعمال، شو هو هيدا المشروع؟ شفنا كثير على تويتر كمان بتغريداتك عم تتحدث عنه، فياريت ندخل بالتفاصيل معك، تفضل. أعطيكم العافية، شكرا لكم، شكرا على الاستضافة. شكرا. طريق الأعمال بكل اختصار هو حصيلة خبرة 23 سنة عمل مصرفي. نعم. بمعنى أنا خلال عمل المصرف السابق وحياتي السابقة ومستشار في عدة جهات من ضمنهم منشآت تطبيق نوافذ وعيادات الأعمال وعدة لجان مختصة بريادة الأعمال، فاليوم حبيت أني أبدأ من جديد من خلال طريق الأعمال البيزنس واي. هو يتعلق بكل يعني ما يحتاجه صاحب العمل. مبدئيا أكبر جزئية وجدتها في الفترة الماضية من واقع خبرتي الشخصية في مجال التمويل على الأقل تحديدا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يجهل أصحاب المشاريع هذه متى الوقت المناسب للحصول على التمويل، متى الوقت المناسب للتوجه للبنك، الأدوات اللازمة اللي يحتاج يقدمها لجهة التمويل، ومنتج التمويل المناسب وحجم التمويل المناسب لمشروع. يعني أنا وجدت كثير من الأخوان اللي بيجيونا في جلسات الاستشارية وخلافه يكون محتاج مبلغ معين للتمويل، بعد تحليل الجلسة نجد إنه هو مو محتاج تمويل، محتاج إعادة إدارة مصروفات وخلافه، وإذا يحتاج تمويل ما بيحتاج المبلغ اللي كان متوقعه. نعم. على سبيل المثال بيكون محتاج مليون، بيتكلم عن مليون، بعد ما نجلس نحلل بنلاقي إنه فعلا هو يحتاج 300 ما يحتاج مليون. نعم، وبياخذ المليون احيانا واحد وبيعجز عن السداد او بيطول فتره السداد ويمكن الارباح ما تكون تغطي هيدي التكاليف كلها سوا. يعني جميل جدا عم تحكي فيه حضرتك، يعني هو أكيد. مشروع استشاري من خلاله بيستشيروك بخارطه العمل. نعم، استشاري متخصص استشارات من واقع خبره في مجال الحلول التمويليه. حلو. لأصحاب الأعمال وتجهيز الفائل الائتماني الخاص بها لطلب للتوجه لجهة التمويل المناسبة. حلو. وتحديد المبلغ المناسب ونوع المنتج التمويلي، وهذه نقطة لا تقل أهمية عن مبلغ التمويل، نوع المنتج التمويلي. البعض الكثير يبقى ما تمويل ما يعرف أنه الجهات التمويلية بتقدم عدة منتجات. صحيح. حسب النشاط، يعني اللي يحتاج يجيب بضاعة من خارج السعودية يحتاج منتج اعتمادات، ليه ياخذ تمويل مباشر؟ اللي يحتاج يعمل مشروع معين يحتاج ضمان، ليه ياخذ تمويل عشان يعمل ضمان؟ في منتج اسمه ضمانات، في تمويل دورة تشغيلية، في تمويل أصول ثابتة، مختلفة أنواعها كثيرة. لا مثل ما ذكرت حضرتك يعني المصرفي هو الشخص اللي اشتغل بعالم المصارف هو اللي بيعرف بالتحديد شو في أنواع، لأنه نحن بنجهل أحيانا، احنا بناخذ بيرسونال لون لنمول مشروع ويمكن في تمويل للمشاريع. أحيانا نأخذ بيرسونال لون لنمول سيارة وفي تمويل يعني في أشياء نحن عن جد ما بنعرفها، يعني بنجهلها، عنا جهل تام بعالم المصارف. حضرتك لكين من خلال هالمشروع بتقدر تحدد وين الوجهة الأساسية والوجهة يلي بتوفر على صاحب المشروع أيضا. أكيد. بتوفر عليه الوقت وبتوفر عليه العقبات الكتيرة والمشاكل. طيب شو مشاكل المشاريع الصغيرة بالعالم اللي حضرتك عم تحكي عنه؟ يعني بالبدايات نحن عم نحكي معك عن البدايات، هون كيف نطلق مشروعنا؟ نعم، بالبدايات عادة بيكون مشروع عدم دراسة الفكرة كاملة. نعم. ما بيعد نموذج عمل تجاري، بيتوقع انه هو عنده خبرة في مجال معين بيقدر يقوم بعمل تجاري. خبرتك او مثلا علاقاتك السابقة، مثلا احيانا بنجد طبيب يفكر يفتح عيادة تجارية، هو فعلا طبيب شاطر لكن ما هو تاجر شاطر. نعم نعم. يعني هو ممكن يشارك تاجر شاطر مثلا لكن ما هو صحيح. تاجر شاطر. فهذه الفكرة اللي بنوجدها أكثر حاجة، عدم الخبرة الكاملة. في كثير من الشباب يعني الله يهدينا وإياهم بيرفضوا موضوع التحالف والتكامل والشراكة، هو حابب يكون هو صحيح. صاحب البيزنس الأول والأخير. وإحنا اليوم في مرحلة ما هو مرحلة يعني إن تكون لوحدك، يعني اللهم ارزقني وارزق مني، ليه ما يكون في تكامل وتحالف مع عدة أشخاص مع عدة خبرات بتقوم بيزنس واحد وينجح؟ يعني حضرتك بتعمل التوجيه، يعني بيكون عندك دراسة توجيهية أيضا بنفس المشروع. هو دور الرئيسي. نعم. بجانب الحلول التمويلية طبعا احنا بنصل للتمويل بعد ما رح اوصل للتمويل. انا بعدني بالفترة التوجيهية. يعني حضرتك هون انا عندي مشروع بدي اعمل كافي شوب، بحمل حالي وبروح لعندك بقول لك انا عندي هيدا المشروع، انت بتشوف يمكن هيدا المشروع ليتكامل اكثر يمكن لازم يكون معي شركاء، صح؟
مثلا عم نعطي امثال نحن، فبتنصحني يعني شارك يمكن. انت ذكرتي اليوم الكافي شوب، وهو اللي معظم الشباب متوجهين عليه. صحيح، والمطاعم كافي شوب والمطاعم. في قاعدة قديمة كانت بتقول زمان، يعني في السابق، أو كانت فكر قديم بيقول الأكل الناس عمرها ما توقف تاكل. صحيح 100%. شو رأيك بهالمقولة؟ وفعلا هي عمرها ما حتوقف تاكل، لكن أنا اليوم من خلال منصتكم، خلال قناتكم، أقول أصعب إدارة بزنس إدارة بزنس الطعام. أوكي. الطعام، لأنه في حاجة تتعلق بجميع علم المحاسبة، بعلم التشغيل والعمليات، دورة الصحن من الدولاء من الخزين إلى الخزين، يعني الصحن نعم. هذا اللي بيخرج من الخزين وبيعمل دورة كاملة لطاولة العميل ويعود ثاني مرة للخزين، هذه دورة كبيرة. إعداد المنيو محتاج متخصصين أنا لا أفقه فيها. نعم. في إعداد المنيو نفسه، إدارة المخزون، عملية محاسبية بحتة، الأول والأخير فالأول، المتوسط المتحرك، مختلفة جدا. فالاستدامة، وهذه اللي يستخر ليها معظم أصحاب المطاعم الحاليا، موضوع الاستدامة في التست. الاستدامة شو المشكلة؟ أنا ممكن أعرف كمتابعة شو مشكلة الاستدامة صراحة بالمطاعم، يعني من متابعتي ما بعرف إذا هيدا نفسه اللي عم تحكي عنه حضرتك. في مجموعة هي اللي بتفتح المطعم، تكون بروفيشنال، بتكون الأساس، ولكن فجأة بتغير كل طاقم العمل، فبيخف كواليتي تبع المنتج. من وجهة نظرك شو الاستدامة؟ أنا هيك بشوفها أنه ما قدر يدوم لأنه غير كتير بالستاف تبعه، غير باللي عم بيقدمه. حضرتك من وجهة نظرك شو العائق في الاستدامة؟ طبعا زي ما انت تفضلت، هذا جزء كبير، انه بيكون غير الطاقم. صحيح، بيكون جايبين احسن شيف. طبعا المورد احيانا توريد المواد بيغير الاسواق اللي بيورد منها، او ما بيكون عنده اكثر من مصدر في التوريد، بيعتمد على مصدر واحد، المصدر هذا قد يخلف معاه نوع الاستدامة. نعم. في نقطة ثانية كمان، يعني بسبب المشاريع الصغيرة ومن بقى فيها المطاعم اللي تعثرها ووصولها، احنا نعرف واحدة سبب من صفات المشاريع الصغيرة المتوسطة التهرب، الخروج، التسرب الوظيفي. وتسرب، احنا ما بنتكلم عن تسرب وظيفي فقط، تسرب اصحاب البزنس نفسه. العائد المادي لموظف في شركة كبيرة اكبر بكثير من العائد المادي اللي بيجنيه صاحب البزنس الصغير. نعم. فللأسف أحيانا أصحاب البزنس الصغير بيجي له عروض وظيفية، هو متعلم وعنده شهادة جامعية هندسة وتخصص في مجال معين، بيجي عرض وظيفة براتب مرتفع 30,000 أو 40,000 أو 25,000، فبيلقى أنه يترك الوظيفة ويترك العمل أو حلمه ويتوجه للعمل الوظيفي. زائدا الوضع الاجتماعي اللي تحققه بعض المنظمات أو بعض الوظائف أفضل من كثير من الوضع الاجتماعي اللي بيحققه لي البزنس الخاص في كثير من الأمور. يعني أنا أجي مثلا أضعف الإيمان، شاب يروح يخطب يقول أنا عندي مثلا شوب صغير أو محل صغير، أو أنا مدير في شركة سي من الشركات الكبيرة وعندي إنشورنس وعندي كذا وعنده تدريب وعندي وعندي، أكيد مغري أكثر. نعم 100%. طيب خلينا نرجع شوي إلى مشروع طريق العمل مثل ما حضرتك ذكرت، لكن حكينا عن المحور الأول. كيف بيحصل صاحب المشروع على التمويل؟ قلت حضرتك أنه بتوجههم، يعني رح توجه صاحب المشروع على التمويل، ولكن هل بتحط مثلا نوع التمويل؟ أكيد رح تساعده بنوع التمويل، وهل بتحط يعني أمامه احتمالات؟ طبيعي، يعني أول حاجة أنا مستهدف أكثر حاجة أصحاب البزنس القائم. نعم. اليوم أنا يعني بحاول أتبنى علاج، وحتى كبزنس لي أنا، البزنس القائم، ليس نعم. الستارتاب أو الفكرة. الفكرة والستارتاب مجال آخر مختلف تماما عن اللي إحنا حنتكلم فيه. أوكي. إحنا بنتكلم على أصحاب البزنس القائم اللي له أكثر من سنة في السوق. أوكي. وحابب ينمو ويتوسع، هنا بيجي نقعد مع بعض. طيب المتعثر، هل بتستقبل ناس متعثرين وبتحاول إنه المرحلة القادمة مرحلة توجيه المتعثرين؟ نعم، يعني هاي المرحلة اللي حضرتك فيها هي مرحلة الأشخاص يعني عندهم بزنس أوريدي ناجح لا بأس فيه وحابين يتوسعوا. صاحب التعثر ممكن نجلس معاه استشارة، وبالعكس من خلال قناتكم يعني وإذاعتكم الموقرة أنصحهم. للأسف الشديد بيقفل موبايله، بيقفل أبوابه، واجه المشكلة، لأنه أنت عدم تجاوبك مع صاحب الممول بفاقم المشكلة. خد أوراقك، أثبت إثباتاتك إنه أنت عندك الجدية بالالتزام بالسداد، لكن محتاج خطة إعادة سداد. الجهة الممولة حتساعدك، لكن اللي بيحصل أستاذ الجيسي إنه الجميع بيقفل موبايله ما بيرد، أكيد الطرف الثاني اللي هو الممول بيبدأ يتخذ إجراءاته القضائية والقانونية. طيب من هم الجهات الممولة اللي حضرتك ممكن تقترحها؟
أو ممكن تكون هل هي بنوك، هل هي أصحاب يعني في صناديق لتمويل المشاريع، مين؟ إذا كنا بنتكلم عن أصحاب المشاريع القائمة الاكزيستنج بزنس، فهو أفضل علاقة ائتمانية تكون لهم مع البنوك التجارية. ليه؟ أفضل علاقة لأنها تنمو ينمو مع بعض، win-win situation. هو مطلب للبنك والبنك يحتاجه وهو يحتاج البنك عشان ينمو، وإذا كان له تعاملات خارجية واعتمادات وبضائع فهي تعزز الثقة حتى عند المورد الخارجي إنه هو عنده خط تسهيلات مع بنك تجاري. نعم. العلاقة الائتمانية جدا مهمة، بناء علاقة ائتمانية جدا جدا مهم تكون صحية. في المراحل الأولى في عدة جهات تمويلية مختلفة ما بين شركات التمويل أو البنوك أو الجهات التمويلية الحكومية أو الصناديق التمويل أو التمويل الجماعي، سميها ما شئت، لكن أفضل علاقة ائتمانية تنمو وينمو العميل معها ويستمر هو الشراكة البنكية. نعم. هل تم أوريدي إطلاق المشروع أم سيطلق قريبا؟ في مراحله الأخيرة. نعم. يعني الآن في مراحل، عندكم في دبي في مرحلة الايدنتيتي. نعم. اوكي، يعني عم تعملوا الايدنتيتي تبعه وقريبا سيكون متوفر وموجود بإذن الله. لكن انا متواجد في منشآت. نعم. مستشار للتمويل والاستثمار والحلول التمويلية وفي عيادات الاعمال. حلو كتير، يعطيك الف عافية. ما مدى أهمية دور المستشار استاذ فواز؟ يعني في كتير ناس تغفل عن هذا الموضوع، بيقول لك انا عندي 100,000 ريال او قادر حصل 100,000، ما بدي ادفع 10-15-20 لمستشار. انا مستشار بقرر انا. وفي ناس يمكن ما بتتقبل، يعني في ناس يمكن حضرتك عانيت مع هيدا الموضوع انه ما بتتقبل المشوره، يعني حتى لو اعطيته المشوره بيرجع هو للي متعود عليه او المعتاد عليه. فما الناس تفضل الى الان ما عندنا مبدا الدفع مقابل الخدمه، يعني احنا متعودين نروح الشوبينج نعمل شوبينج نعمل حاجه ندفع مقابلها اموال، لكن مع المعلومه اتعودنا ناخذها مجانا. انا بعطيك خبره 23 سنه في ساعه، ليه ما تدفع؟ الفكره انا اعطيك مثل بسيط، المهندس البسيط اللي في الورشه، مش البسيط، المهندس اللي في الورشه لو عندك عطل في السياره بتروح للمهندس، عاده المهندس بيقول لك تعالي بكره. صح، ترى ممكن يكون الخلل قدام عينه في دقيقه يصلحه. صحيح. لكن لو قال لك ب1000 ريال حتقولي له كثير، لكن لو قال لك تعالي بكره بتدفع ال1000 ريال. صحيح 100%، نحن عندنا هيدي المشكله كومبلكس هي موجوده فينا. بدنا نحس انه الشغله كبيره ومعقده لندفع المبلغ الكبير. هم صحيح بتعقديها عشان تاخذي مبلغ وهي يكون قدامك الحل طيب لكن ما بدفع. يمكن البعض بيروح عند المستشار بيقول لك طب ما قال لي شيء، ما انا بعرفهم كلهم سوا واخذ مني هيدا المبلغ. يمكن نحن مش متعودين مثل ما حضرتك قلت، معنا ثقافه انه انا الجا لشخص يعطيني مشوره وين روح، مواجب التمويل مثل ما عم نتحدث أنا وياك حاليا. ولكن بعتقد عم تتغير هيدي الثقافة لأنه كتير ناس عم تتعثر بالبزنس تبعها فعم تلجأ لمستشارين، وصار في الثقافة حتى بالشركات أستاذ فواز. يعني أي في آخر خمس سنوات أمانة الوضع ما زال محتاج تحسين، لكن هو قفزات كبيرة عن آخر 20 سنة. نعم في الثقافة. صحيح، تبني الثقافة على الأقل. لا، المستشار شخص مهم جدا، يعني في ناس بتتخصص كمستشارين وكل يعني تطلع على انجح الشركات تلاقي فيها مستشارين. ضروري وجود المستشار، مش ضروري تتفق معه 100% بكل شيء، ولكن ضروري تحصل على مشوره او تحصل على راي اخر. طيب تقليل مخاطر، تقليل المخاطر. قد ايه مدى تقبل الشخص الراي الاخر استاذ فواز بعالم الاعمال، وقد ايه ممكن يلحقوا المشوره برايك؟ تتولد الثقه مع الفتره، مع يعني ما هو شخص عادي بتروح بتوصف، لكن هي تتولد الثقه من اشخاص اخرين، بتتولد الثقه من متواجدك من تاريخك. فهو هنا تتولد الثقه، ما حيجي يثق فيك من اول يوم. صحيح. او من اول لحظه، يعني حتى ربنا قال في القران الكريم البال والبنون زينه الحياه الدنيا، قدم المال على البنون لأهمية المال. نعم. لذلك محتاجة تتولد الثقة بين الطرفين. صحيح، والاسم والسمعة للمستشار مهمة جدا. بدي لك يعطيك ألف عافية على هالمشروع يلي سيبصر النور قريبا. بنقول لك سلفا ألف مبروك، ولكن حضرتك مثل ما ذكرت موجود على تويتر، إذا أي حدا عنده أي مشورة ممكن تساعده. حضرتك المؤثر والناشط في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ فواز خياط، رح نستفيد كثير من خبرتك المصرفية في حلقاتنا يلي جاي إذا الله راد. يعطيكم العافية، شكرا لكم على الدواء. شكرا ونهارك سعيد.